راسلوني ايضا بعض اخواننا من حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه لعاملين مظاهرة. استؤدري اذا كان عندي الصورة. عاملين مظاهرة امام ما يسمى بوزارة التعليم العالي في هذه الايام اللي فاتت، واحوالهم بائسة جدا ايضا. شوف ممكن عندي الصورة هنا. اي نعم، بعثي لي حاملي الدكتوراه والماجستير يحولون اضرابهم الى اعتصام امام الوزارة، وذلك تنديدا بما وصفوه بغلق الوزارة الوصية باب الحوار حول بطالة النخبة الجامعية، موجهين نداء الى ما يسمى بالرئيس من اجل التدخل العاجل لتسوية انشغالهم المتمثل في التوظيف المباشر. ويتمسك المحتجون باعتصامهم المفتوح اليوم السادس على التوالي للتأكيد على ما نص عليه الملف القانوني لقضية حملة وطلبة الدكتوراه والماجستير المتعلق بحق التوظيف، واللي يمكن حصرها في المادة 80 من الأمر 0306 المتضمن القانون الأساسي الذي يسمح بالتوظيف المباشر. تخيل أنك تحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه وهي في الغالب تحصلها بعد 6 سنوات إلى 10 سنوات بعد البكالوريا، أي أن في الغالب اللي حاملين شهادة الدكتوراه هم راهم داخلين على 30 إذا مش فايتين 30 سنة. وقد درست حوالي 8 سنوات بعد البكالوريا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه، وكاين اللي يدرسوا حتى أكثر من ذلك. بعد ذلك تخرج باش تلقى روحك بطال عاطل، وما عندكش حتى الحق في المليون و300 اللي هي حوالي 60 أورو اللي أعطاها البعض، أقول بعض، والبعض هذا حتى كان لازم يدفع منها، أعطاها البعض المعطلين ولا أقول بطالين. هذا اللي حامل الماجستير والدكتوراه يتألم في هذه البلاد. الناس اللي بدون تكوين، والناس اللي بدون بكالوريا، والناس اللي بدون أي تأهيل وهم بالملايين، وش يصرى لهم؟ يتجهون إما للحرقة، إما لبيع المخدرات لأنها مفتوحة، إما للسرقة، إما لليأس، إما لأي شيء، أو يروح ينافيقي كما يقولوا أي شيء، نهار يجيب باش يأكل ونهار ما يجيبش، وكاين اللي عندهم مسؤوليات، وكاين اللي عندهم أطفال، وكاين اللي عندهم مو مريضة أو عنده باباه، أو عنده باباه ويماه في زوج لازم يصرف عليهم، وهكذا. في بلاد هي عبارة عن قارة بكل ما فيها من ثروات بشرية ومادية وموقع استراتيجي هو في قلب العالم. مرات قد يبدو أني أكرر هذا الكلام، يجب تكراره لأن هذه حقائق صادمة الناس لا تكاد تصدقها. درك ما راناش في بنغلاديش وين أوضاعهم فقيرة والمنطقة عبارة عن فيضانات على سبيل المثال، أو أننا في كوت ديفوار مثلا، أو أننا في النيجر أو مالي مثلا. حتى هذه البلدان فيها فساد لكن موجودة في ظروف طبيعية سيئة وعصيبة جدا. بنغلاديش هي عبارة عن فيضانات مستمرة، النيجر ومالي وتشاد وكوت ديفوار هذه مناطق صحراوية بمناخ سيء وصعب جدا. نحن في بلد هو عاشر مساحة في العالم وهو في قلب هذا العالم، ولا يبعد لا على إسبانيا ولا على إيطاليا إلا بحوالي 200 كيلومتر فقط. في بلد لديه إمكانيات هائلة مادية وبشرية. ها هو اللي يعني لو كان الفقر على الجميع، البلاد فقيرة، البلاد ضعيفة، البلاد صغيرة، مثلا احنا 40 مليون ولكن مساحة البلاد هي 50,000 كيلومتر أو 100,000 كيلومتر ككوريا الجنوبية مثلا، تقول المساحة صغيرة وعدد الناس كثير. لكن شوف كوريا الجنوبية مساحتها 103,000 كيلومتر مربع. كوريا الجنوبية هي اليوم رقم 11 في الاقتصاد العالمي، تجاوزت الروس 100,000 كيلومتر مربع، وموجودة في منطقة مناخية صعبة جدا عبارة عن رياح، عبارة عن أمطار طول الوقت تقريبا، عبارة عن زلازل قرب من اليابان. مع ذلك احنا ما راناش في هذه المناطق اللي هي مناطق زلزالية أو مناخية سيئة جدا، من حين لآخر يحدث زلزال في الجزائر تحدث كوارث.
هاي تسقط الأمطار البارح واليوم وغدوة تحدث كوارث تغرق المدن. لماذا يجب أن نستمر في قول ذلك وأن نكرر ذلك؟ لعله يصل إلى الذين يئسوا أو الذين سكتوا أو الذين خافوا، لأن الله أعطانا فرصة وفرصة كبيرة في هذا الحراك. إما ينتصر الحراك إما تتهاوى البلاد بكل أسف وألم.